طيب بص يا شباب، ان شاء الله النهارده هنتكلم على الترانسفورمر. دكتور رانيا شرحت الترانسفورمر وخلاص الايديال ترانسفورمر في المحاضرات، واحنا كمان في المعامل اتكلمنا على الايديال ترانسفورمر والسيريال اوبريشن بتاعته. فتعالوا نعدي سريعا كده على النظري بتاعنا اللي هو السيريال اوبريشن وهو بيشتغل ازاي، ونطلع بالمعادلات عشان نحل المسائل اللي في الشيت. بص يا جماعة، أول حاجة كده تعالوا نتفق بس يا شباب إن الترانسفورمر ده هو أول مكنة عندنا، وده المكنة الوحيدة، ده السبيشال ماشين الوحيدة يا باشمهندس اللي بتحول من كهرباء لكهرباء. هي وظيفتها إن هي تنقل كهرباء يا شباب. وظيفة الترانسفورمر إن هو داخل له كمية باور ينقلها من نقطة لنقطة تانية كأنه سلك بالظبط. هو مجرد إنه بينقل باور، ما بيولدش باور أو ما بيضيعش جواه باور، هو مجرد وسيلة نقل الباور للطاقة الكهربية يا شباب، بس بيتحكم في الفولت والتيار بتاعها. بمعنى إن إحنا عارفين إن الفولت والتيار حاصل ضربهم هو الباور، فأنا لو عندي 10 واط على 10 فولت و1 أمبير ممكن أغيرهم يا جماعة، أخلي النسبة بين الفولت والتيار زي ما أنا عايز، ممكن أخليهم 1 فولت و10 أمبير، 2 فولت و5 أمبير، 5 فولت و2 أمبير، العب في ريشيو ما بين الفولت والتيار. بس انا محكوم في الاخر بان الباور اللي داخل لازم يبقى قد اللي خارج، يعني حاصل ضرب الاثنين في بعض لازم يفضل ثابت. بنعمل الكلام ده ازاي يا جماعه؟ زي ما شفنا في المعامل، الترانسفورمر عباره عن 3 اجزاء رئيسيه. الجزء الاولاني هو ايرن كور، وده وظيفته بس ان هو يوجه الفلكس او يبقى مسار للفلكس اللي هيطلع من الكويل الاولاني يجبره انه يروح يقطع الكويل الثاني. يعني ده ما هو الا كانه سلك بيمشي الماجنتيك فلكس يا شباب. فانا في عندي 2 كويلز، وفي النص في ماجنتيك كور، وده هو الكونستراكشن بتاع الترانسفورمر. ده ايرن كور من الحديد، بيبقى معمول من حاجه اسمها سيليكون ستيل، وعندي 2 كويلز، واحد عدد لفاته ان واحد، واحد عدد لفاته N2. تعالوا نعدي سريعا كده الترانسفورمر بيشتغل ازاي يا جماعه. زي ما اتفقنا في المعامل ان السبلاي اللي هيتوصل على الترانسفورمر لازم يبقى اي سي، ولو وصلت سبلاي دي سي مش هتحصل اي حاجه، او بمعنى تاني يا جماعه الترانسفورمر مش هيشتغل. فانا بحط اي سي سبلاي اسمه V1. V1 ده لما يتحط على الكويل هيمشي تيار صغير جدا اسمه I1، وده وظيفته انه يعمل فلكس هيلف جوه الكور اسمه فاي ام او فاي 1 2. يعني ده هو الميوتشوال فلكس اللي ما بين كويل واحد وكويل اتنين. لما يكون السبلاي اي سي، التيار اللي هيمشي هيكون هو كمان اي سي، بيتغير مع الزمن يعني، والفلكس اي سي بيتغير مع الزمن. ساعتها بس لما اقطع الكويل الثاني هيتولد فولتج اسمه في 2، وقيمة V2 دي يا شباب هي N2 في dΦ باي dt. وما ننساش في عندنا إشارة بتاعت لينز رول. أنا كده نقلت نص الباور يا باشمهندس، أنا نقلت الفولت أو أول كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت الباور. عشان ننقل التيار زي ما اتفقنا في المعامل ان اللي بيتحكم في مرور التيار في الدايره ان انا لازم اوصل حمل على الدايره او لازم اوصل لود على الدايره دي، فاحنا لازم نوصل مقاومه او اي حاجه تسحب تيار من الدايره من الكويل الثاني. انا وصلت مقاومه هنا، اول ما هتوصلها هتسحب تيار اسمه I2. عايزين نفهم I2 ده هيترجم ازاي لناحيه البرايمري. بالمناسبه كويل N1 اسمه البرايمري كويل، والكويل N2 اسمه السكندري كويل. I2 ده هيترجم ازاي ناحيه البرايمري يا شباب؟ قلت لك يا باشمهندس والله ما هو I2 ده هو كمان تيار ماشي في ملف في كويل، يعني هيعمل فلكس وهيطلع عندي فلكس تاني كده اسمه فاي 2. الفلكس اللي جوه الماشين ما ينفعش يتغير، او الفلكس اللي جوه الكور ما ينفعش يتغير، لان هو محكوم بمعادله فاراداي ناحيه السبلاي ان في 1 بتساوي دي فاي باي دي تي. فلازم يفضل الدي فاي باي دي تي ده رقم ثابت يا شباب، يبقى الفلكس اللي جوه لازم ماجنتيودو يفضل ثابت. يقوم التيار اي 1 يزيد ويطلع فلكس تاني، ف
ثانية واحدة، مصطفى عماد مش مصطفى. اوكي، يقوم الفلكس يا جماعة، التيار اللي اسمه اي واحد ده قيمته تزيد يا باشمهندس ويطلع فلكس تاني اسمه فاي واحد، ولازم فاي واحد وفاي اتنين اللي طالع من السكندري الاتنين يكونوا بيساووا بعض بالظبط يا شباب. الاتنين بيساووا بعض علشان يكنسلوا بعض يا جماعة، عشان فاي واحد وفاي اتنين يكنسلوا بعض، والفلكس اللي ماشي جوه الكور الحديد يبقى عبارة عن فاي ام وبس، قيمة ثابتة، ماجنيتيود ثابت. اي فلكس من الاثنين دول سواء كان فاي واحد او فاي اتنين، المعادله بتاعته هو ان اي على ريلاكتنس، يعني عشان فاي واحد يساوي فاي اتنين لازم ان واحد اي واحد تكون بتساوي ان اتنين اي اتنين. دول اللي هم التو فلكسز بتوعي، فاي 1 ان فاي 2. يبقى سيجما ان اي جوه الكوب بصفر. يعني بصوا يا جماعه، احنا كده عدينا سريعا على السيرف اوبريشن بتاعت الترانسفورمر، تعالوا نتكلم عنها تاني. اول حاجه حطيت السبلاي على الكويل البرايمري، ماشيه تيار عمل ام ام اف، راحت ماشيه فلكس اسمه فاي ام. فاي ام اول ما يقطع السكندري طالما بيتغير مع الزمن هيولد فولتج اسمه في 2. في 2 ده لما يتسحب منه تيار اسمه اي 2، اي 2 هيعمل فلكس هو كمان اسمه فاي 2، يقوم اي واحد يزيد ويطلع فلكس اسمه فاي 1 عشان فاي 1 وفاي 2 يكنسلوا بعض، ويفضل الفلكس اللي جوه الكور بتاعي ثابت. وكده انا نقلت التو كومبوننتس بتوع الباور اللي هم الفي في 2 والاي اي 2. ماشي يا جماعه، ماشي يا شباب، ماشي تمام تمام يا باشمهندس. تعالوا نتكلم على معادلات كده، ثلاث معادلات للترانسفورمر لازم تحفظهم زي اسمك يا باشمهندس. اول واحده بتاعه الفولتات، علاقه الفولتشز ببعض. لو قسمت المعادله بتاعه في 1 والمعادله بتاعه في 2، لو قسمت الاثنين دول على بعض هتلاقي ان في 1 على في 2 بتساوي ان 1 على ان 2، ودي الريشيو ما بين عدد لفات البرايمري والسكندري، علشان كده اسمها التيرنز ريشيو. التيرنز ريشيو دي يا شباب السيمبل بتاعها اسمه ايه، ودي من اهم الحاجات في الترانسفورمر، لان دي اللي بتعرفني الترانسفورمر بتاعي هيرفع الجهد او هيقلله. لو خدت المعادله بتاعت فلكس فاي 1 وفاي 2 لما سويتهم ببعض ورتبتها كده بطريقة تانية يا شباب، هتلاقوا ان اي واحد على اي اتنين هي ان اتنين على ان واحد. واخر معادلة يا شباب لما اجي احسب دي واحد في اي واحد اللي هو الباور بتاع السبلاي، في واحد من 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 رقم واحد هنا بتساوي في اتنين في ايه، واي واحد من رقم اتنين بتساوي اي اتنين على ايه، الايز دي هتطير مع بعض ويتبقى معايا ان في واحد هو في، وفي واحد في اي واحد هو في اتنين في اي اتنين، او الباور بتاع السبلاي هو الباور بتاع اللود، او هو الباور اللي داخل الترانسفورمر هو الباور اللي خارج منه. ثلاث معادلات دول مهمين جدا يا جماعه، لان هما اللي بيفهموني الترانس بيشتغل ازاي. ترانسفورمر بياخد شوية باور ينقله من الناحية التانية، في واحد اي واحد بتساوي في اتنين اي اتنين. ترانسفورمر بتاعي يا جماعة ما هو اللي أداة نقل للتيار، بالترانسميت الباور، أنا آسف، هي بالترانسميت الباور بتاعي من نقطة لنقطة تانية، بس أقدر أتحكم في الريشيو ما بين الفولتات وبعض والتيار في بعض. وناخد بالنا ان الفولت والتيار عكس بعض، لان حاصل ضرب الاثنين ثابت، فلو انا هزود الفولت لازم التيار يقل، او لو هقلل الفولت لازم التيار يزيد، ومفيش حاجه اسمها ترانسفورمر بيزود الفولت ويزود التيار في نفس الوقت، او يقلل الفولت ويقلل التيار في نفس الوقت. ترانسفورمر يا جماعه يا اما يكون بيزود الفولت على حساب التيار، يعني يزود الفولت ويقلل التيار، يا اما يكون بيقلل الفولت ويزود التيار. ماشي يا شباب،
ماشي يا جماعة، ماشي يا تمام يا باشمهندس. جميل جدا. قبل ما نقفل بس السلايد دي، تعالوا نتفق ان السيمبل بتاع الترانسفورمر في السيركت يا جماعه هو عباره عن اثنين كويلز قصاد بعض، ده الكويل البرايمري وقصاد منه الكويل السكندري، ودي كافيه. بس ساعات بنروح حاطين نقطه فوق هنا ونقطه فوق هنا عشان نبين ان فوق ده هو البوزيتيف بتاع البرايمري وده هو البوزيتيف بتاع السكندري، وكمان ساعات بنرسم خطين كده في النص بيمثلوا الايرن كور بتاعي او القلب الحديد بتاع الترانسفورمر. ممكن الخطين دول ما ترسمهمش، وممكن النقطتين دول اللي فوق كمان دول ما تحطهمش، يعني الاثنين كويلز يغنوا في رسمه الترانسفورمر. ولازم نكون عارفين ان الفولت اللي داخل على الكويل على طول ده هو اي واحد، انا اسف، التيار اللي داخل عليه هو اي واحد، والفولت اللي على الكويل ده هو في واحد. نفس الكلام هنا، التيار اللي خارج من الكويل هو اي اتنين، والفولت اللي على الكويل هو في اتنين. كل الكلام ده يا شباب ابلايد على نوع واحد من انواع الترانسفورمرز اسمه الايديال ترانسفورمر، وعشان كلامي يكون صح هو مش نوع من الترانسفورمر، هو اي ترانسفورمر في الدنيا براكتيكالي انا بعمل شويه assumptions عشان ابسط التعامل معاه، اوصل لموديل بسيط يعني اسمه الايديال ترانسفورمر. الاسايد اللي بتطلع لي البراكتيكال سيركت او الايكويفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر، الدايره بتاعته شكلها عامل ازاي، هي عباره عن الاربعه اسامبشنز اللي هتكلم عنهم دلوقتي. كنا اتكلمنا عن الاربعه اسامبشنز دول في المعمل يا شباب، تعالوا نفتكرهم تاني سوا كده. الايديال ترانسفورمر اسامبشنز، اول واحد فيهم هي مقاومه الاثنين كويلز، سلك نحاس ليه مقاومه قيمتها بتساوي رو في ال على الاريا، انا اهملتها. اهملت بتاعه البرايمري كويل وبتاعه السكندري كويل، اهملت الاثنين كويلز ريزيستنس. تاني حاجة يا جماعة، دي احنا عارفينها من الشيت اللي فات، ان لما يكون عندي اتنين كويلز في كابلنج ما بينهم او في ميوتشال اندكتنس ما بينهم، كان بيبقى في عندي فلوكس ميوتشال هو فاي واحد اتنين، وليكج فلوكس بيتسرب عند كويل واحد وليكج فلوكس عند كويل اتنين. انا هنا افترضت ان كل الفلوكس بتاعي هو عبارة عن الميوتشال فلوكس بس، يعني اهملت الليكج فلوكس، فلوكس بتاع البرايمري ليكج وبتاع السكندري ليكج. تالت اسامبشن يا جماعه، انا اهملت اللوسز اللي جوه الكور اللي هي ايدي كارنت لوسز وهاي ستريسز لوسز، انا اهملت الاثنين دول اللي هي الماجنتيك لوسز بتاعت الكور. واخر اسامبشن، انا افترضت ان البرميابيليتي بتاعت الكور انفينيتي، يعني افترضت انفينيت برميابيليتي كور، يعني الريلاكتنس بتاعته افترضت ان هي بزيرو. الاربعه دول مهمين جدا ليه يا شباب؟ لان الاربعه دول هم او البراكتيكال ترانسفورمر هو عباره عن ايه، ان انا اكونسيدر الاربعه دول عشان ارسم الدايره بتاعته، اشوف اول اسامبشن مقاومتين احطهم فين، الفلكس ده يعني اندكتنس يعني كويل يعني اندكتنس ثانيه هحط الاندكتنس بتاعته فين، الكور لوس دي مش عارف ريزيستنس اشوف احطها فين. عشان اطلع البراكتيكال سيركت بتاع الترانسفورمر، انا باخد الايديال ترانسفورمر زي ما هو اللي احنا راسمينه هنا يا جماعه، واروح ازود عليه الاربعه اسامبشنز دول، تطلع معايا الايكويفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر. لحد هنا في حد عنده مشكله؟ لا تمام. طيب اشوف بس الميركو اللي في الويتنج روم ده، هو عمال يطلع يخش كل شويه ليه؟ انا شفت. بص عبد الرحمن عشري، انت كو هوست دلوقتي، اول ما تلاقي حد على الويتنج روم تاني بدخل. ماشي عبد الرحمن، تمام يا باشمهندس، تمام. اوكي بص يا جماعه، دلوقتي الترانسفورمر بتاعي
وصلت ان هو عبارة عن اتنين كويلز كده، واحد اتنين، وده تيرنز ريشيو بتاعته ان واحد على ان اتنين، اللي هي عدد لفات البرايمري على عدد لفات السكندري. ووظيفته ان هو يربط السبلاي اللي هو عبارة عن فولتج سورس او ينقل الكهرباء ما بين السبلاي واللود، اللي هو ينقل V1 و I1 ل V2 و I2. عندنا بقى حاجة مهمة جدا يا جماعة دلوقتي، عندنا حاجة مهمة جدا دلوقتي يا شباب، فتحوا دماغكم معايا خمس دقايق بالظبط. بصوا يا جماعة، لو أنا عندي سبلاي اسمه V1 لوحده كده، عشان يطلع منه طيار اسمه I1، المفروض المقاومة المتوصلة عليه تبقى قيمتها بكام؟ لو عندي سبلاي الفولت بتاعه V1 وطالع منه طيار اسمه I1، يبقى المقاومة المتوصلة على أطرافه قيمتها بكام يا باشمهندس؟ واحد. إيه؟ واحد ولا؟ لا، الفولت اسمه V1 عادي، اللي هو الـ R equal V على I عادي. على I عادي. طيب، يعني السبلاي شايف إن متوصل على أطرافه مقاومة قيمتها V1 على I1، بس المقاومة actually اللي متوصلة في الدايرة اللي هي دي يا جماعة قيمتها بتساوي V2 على I2. هل V1 على I1 هي V2 على I2 يا باشمهندس؟ قلت لك لا. ده انت لو عايز تجيب علاقة ما بين دول وبعض هتشيل V1 وتحط مكانها A في V2، وهتشيل I1 وتحط I2 على A، فالكلام ده هيطلع V2 على I2 اللي هي المقاومة اللي متوصلة الناحية دي مضروبة في A squared اللي هي Turns Ratio squared. يعني أنا موصل على الترانسفورمر أو موصل على الدايرة على السبلاي بتاعي، السبلاي بيغذي المقاومة فعلا اللي متوصلة اسمها R، بس هو مش شايفها R، هو شايفها R في A squared. عشان كده بقول إن في عندي حاجة اسمها R dash، دي هي المقاومة اللي متوصلة as seen by source as seen by supply as seen in the primary circuit. بالآخر يا جماعة الترانسفورمر لو في حاجة موجودة الناحية بتاعت السكندري، ناحية البرايمري سايد مش هيشوفها بنفس الرقم يا باشمهندس. دلوقتي المقاومة سحبة طيار اسمه I2، بس السبلاي شايف إن هو مطلع طيار اسمه I1 مش I2. مين اللي هيضايق يا جماعة؟ مش فتح المايك ده. ما علينا، اللود يا جماعة دلوقتي ساحب طيار اسمه I2، بس السبلاي مش شايف I2 ده، السبلاي شايف ان مسحوب منه I1، ده بنسميه I2 داش او طيار اللود as seen by source اللي هو بيساوي I2 على ايه. نفس الكلام بقى، فهمتوا اللعبة؟ السبلاي شايف الفولت بتاع اسمه V1، بس اللود actually او السبلاي شايف ان اللود واخد فولت اسمه V1، بس اللود actually V2، لكن السبلاي شايفه V2 داش، هي فولت اللود as seen by source او referred to source او referred to primary side اللي هو V1 اللي هو V اتنين في ايه من المعادلات بتاعه الترانسفورمر. اللي انا عملته ده يا جماعه اسمه ريفيرنج، انا بريفير الحاجه اللي ناحيه السكندري اشوف البرايمري سايد شايفها ازاي. يعني ايه ريفيرنج يا جماعه؟ مش انا الترانسفورمر ده بيربط دايرتين، واحده فيها سبلاي مطلع تيار اي واحد وعليه فولت اسمه V1،
واحدة فيها لود اسمه R ساحب طيار I2 موصل عليه فولت اسمه V2. قلت لك يا باشمهندس الريفيرنج ده انت بتتخيل ان الترانسفورمر مش موجود، يعني السبلاي ده بيغذي اللود على طول. وبتشوف بقى السبلاي شايف التيار ده بكام، شايفه I2 داش. اللي هي نفس I1. شايف الفولت ده V2 داش اللي هو نفس V1. شايف المقاومة دي اسمها R داش اللي هي المقاومة اللي كانت متوصلة مضروبة في الترمز ريشيو سكوير. احنا دلوقتي يا جماعة بنرفير من السكندري سايد، يعني باخد الحاجة اللي متوصلة ناحية السكندري واعمل لها ريفيرنج للبرايمري سايد، يعني اشوف البرايمري سايد او احسب البرايمري سايد شايف الفولت بكام، شايف التيار بكام، شايف المقاومه بكام. ماشي يا شباب؟ تمام. طب انا استفدت ايه من موضوع الريفيرنج ده؟ بدل ما فوق كان عندي دايرتين بحلهم، بحل الدايره دي لوحدها والدايره دي لوحدها، انا بقى عندي دايره واحده بس تحت هنا اقدر احلها مره واحده واحسب فيها اي حاجه انا عايزها. وما تتخدعش ان ان الاكزامبل اللي انا رسمه ده حاجه بسيطه، يعني مش مشكله لو حليتها كل واحده فيهم لوحدها. الترانسفورمر ده بيبقى مسالته او المسائل بتاعت الايكوفالنت سيركت بتاعته بتبقى مسائل كبيره قوي عن كده، يعني بقى في حاجات كتير متوصله ناحيه السكندري. عشان احل المساله لازم اخد كل الحاجات دي واعمل لها ريفيرنج ناحيه البرايمري. اعمل لها ريفيرنج بايه يا باشمهندس؟ بالثلاث معادلات بتوع الريفيرنج. بصوا، وارد ان انا اطلب منكم يا جماعه تعمل ريفيرنج للعكس، يعني من البرايمري توصله ناحيه السكندري. تعالوا بس نقرا المعادله بتاعت الريزيستنس دي عشان تعرفوا تكتبوا معايا الريفيرنج الثاني. انا ما بحبش اقول ان هي ار في اي سكوير. الـ A دي هي N1 على N2، صح كده يا شباب؟ فأنا بقراها عدد اللفات اللي أنا رايح لها مقسوم على عدد اللفات اللي أنا جاي منها. ماشي يا شباب؟ N1 اللي أنا رايح لها أنا بريفير تول برايمري سايد، يعني انا رايح للبرايمري، عدد لفات البرايمري N1. بريفير فروم السكندري، يعني انا جاي من السكندري، فعشان كده اللي في المقام تحت هو عدد لفات السكندري اللي هو N2. لو انت فاهم ده تقدر تكتب معايا يا باشمهندس لو كانت المقاومه ناحيه البرايمري وانت عايز تنقلها للسكندري تبقى بتساوي R في A على A. انا دلوقتي عايز ريفير من البرايمري رايح للسكندري، from primary to secondary. يبقى احط فوق N1 ولا N2 وتحت N1 ولا N2؟ يا جماعه تقريبا هتبقى N2 على N1. انا رايح للسكندري يبقى فوق N2، جاي من البرايمري يبقى تحت N1. ده لو كانت المقاومه R متوصله ناحيه السكند ناحيه البرايمري، انا اسف ناحيه البرايمري وانا عايز اجيبها ناحيه السكند. تعالوا بس نكتبها بسيمبل تاني، يعني نيجي نفس الدايره اللي احنا عاملينها دي ونحط هنا مقاومه اسمها R سمول موجودة في الدايرة هنا زي ما هي R سمول من غير ريفيرنج. لما هنعمل ريفيرنج الناحية التانية هتبقى R سمول داش تساوي R في. طيب المعادلات بتاعت الفولت والتيار يا شباب، V1 داش و I1 داش دول هما V1 على A و I1 في A، يعني يا جماعة عكس اللي كنا كاتبينه هنا. هنا كنا الفولت بنضرب في الA والتيار بنقسم،
ده وانا بريفير من السكندري للبرايمري. لو بعمل العكس من برايمري للسكندري يبقى هقسم الفولت وهضرب التيار. او ممكن تكتبوها كده، هي V1 في N2 على N1، والتيار يبقى عكسها I1 في N1 على N2. ساعتها يا جماعة هيبقى دايرة اللود اللي هي فيها مقاومة اسمها R capital and V2 and I2، دي مش هلعب فيها أو مش هغير فيها أي حاجة. الدائرة بتاعت السبلاي اللي هي فيها الار سمول والسورس والكرنت، دول هم اللي هيبقوا ار داش وفي واحد داش، والطيار ده اي واحد داش، وهوصل الدائرتين دول ببعض. خدوا بالكم يا جماعة ان السيركت دي هي هي نفس الدائرة اللي الناحية التانية، هي هي نفس دايرة اللي عليها الدورية الصفرة دي يا شباب، بس واحدة فيهم as seen by source أو referred ناحية source، والتانية as seen by load يعني referred ناحية load. واحدة فيهم بحلها ناحية primary side والتانية بحلها ناحية secondary side. وخد بالك حلتها primary حلتها secondary يا باشمهندس، البرفورمانس بتاع الدايرتين زي بعض بالظبط، هم نفس الدايرتين. ماشي يا شباب. ماشي يا جماعة. ماشي مشوار. جميل. تعالوا نحل مسألة. أنا بعتلكوا الشيت على جروب الواتساب. ممكن حد يقرأ لي المسألة الأولانية في الشيت. مهندس عايز بس معلش السلايد اللي قبلها صور. لابلي برضو لابلي دي تمام. حد يقرأ المسألة هنا في الشيت يا جماعة. A transformer has a turns ratio of 5 if a 100 ohm resistor is connected across the secondary. What is the resistance referred to the primary if the same resistor is instead? المطلوب الأولاني الأول وبعدين نقرأ التاني. بيقول لي transformer single phase transformer has a turns ratio of 5، يعني الـ A بخمسة، وأنا عارف إن الـ A دي هي إن واحد البرايمري على إن اتنين by default، هي البرايمري على السكندري. إن واحد على إن اتنين. If a 100 ohm resistor is connected across the secondary، لو أنا موصل مقاومة اسمها 100 ohm ناحية السكندري، إيه قيمتها as seen by the primary side، أو إيه قيمتها referred to the primary side اللي هي R dash. أنا كده عايز أعمل refer لمقاومة في السكندري وأشوفها ناحية البرايمري. يعني أنا جاي منين يا شباب؟ أنا آسف رايح فين الأول؟ أنا كده جاي من السكندري رايح للبرايمري. رايح للبرايمري N1 ده اللي فوق، جاي من السكندري N2 ده اللي تحت، يعني ده اللي هو R في A squared على طول، أو 100 في 5 squared يعني 2500 أوم. بصوا يا شباب، أنا موصل فعلا في الدائرة دي مقاومة قيمتها 100 أوم، بس السبلاي مش شايف المية دول، وحاسس كأن متوصل عليه مقاومة قيمتها 2500 بسبب الترانسفورمر. يعني المقاومة المية والترانسفورمر اللي في النص هما الاتنين دول equivalent من ناحية السبلاي بواحدة بس قيمتها 2500. السبلاي شايف كأن اللي متوصل عليه مش 100 وترانسفورمر، لا هو شايف كأن متوصل عليه واحدة بس ب 2500. نفس المسألة المطلوب الثاني يا شباب، قال لي لو كانت الريزيستنس R دي كانت متوصلة ناحية البرايمري مش ناحية السكندري، قول لي قيمتها ريفيرد للسكندري بكام؟
يعني لو كانت الميت اوم دي متوصله ناحيه البرايمري وانا عايز ريفير للسكندري، انا موجود في البرايمري ورايح للسكندري، رايح للسكندري يبقى ان 2 هي اللي فوق وجاي من البرايمري يبقى ان 1 تحت، او 100 مضروبه في 1 على 5 سكويرد يطلع 4 اوم. يعني لو انا كنت موصل مقاومه 100 اوم سيريس مع السبلاي، اللود هيحس كأنه متوصل سيريس معاه مقاومه قيمتها 4 اوم بس يا باشمهندس. ماشي يا شباب؟ تمام. في مشكله في التريفيرنج دي؟ في مشكلة يا جماعة في حتة الريفيرنج ولا واضحة؟ لا تمام. بنعمل كده ليه؟ ليه ترانسفورمر أحطه عشان ألعب في قيمة مقاومة في دايرة؟ تعالوا نبص على المسألة دي، دي مسألة إكسترا كده مش موجودة في الشيت بس فكرتها جميلة وهنفهم منها الموضوع بتاع الريفيرنج ده إحنا بنعمله ليه؟ قال لي calculate the turns ratio، عايز احسب الترنز ريشيو اللي هي الايه يعني، انا ما اعرفش الايه بكام، of an ideal transformer so that maximum power is transferred to a resistive load اللي هو سبيكر سماعه، resistive load ما بين قوسين كده سبيكر، كانت مقاومته R load بواحد اوم from a source with internal voltage V1 بتاعت source ب 250 فولت وال internal resistance بتاعت السورس المقاومة الداخلية بتاعت السورس ب 36 اوم. المسألة دي هتفهمنا ميزة الترانسفورمر في موضوع الريفيرنج ده يا جماعة. بص هو بيقول لي من الآخر إن في عندي لود مقاومة اسمها RL. RL دي أنا عايز أغذيها من سبلاي عبارة عن V1 سيريس معاه ريزيستنس اسمها R سمول. بالمناسبة R سمول دي مش مقاومة أنا موصلها، دي المقاومة الداخلية بتاعت السورس. أنا عايز أغذي المقاومة دي من السبلاي ده يا باشمهندس. عشان أغذيهم هحط ترانسفورمر في النص. الترانسفورمر ده هيماكسمايز الباور، هيخلي الباور اللي رايحة للمقاومة RL دي maximum value، هيكبرها، هيامبليفاي الباور يا شباب. تعالوا هنشوف دلوقتي بيامبليفاي الباور ازاي، بس قبل ما نشوفها من غير اي ترانسات، لو انا وصلت السبلاي على طول على اللود، حد يقدر يقول لي الباور بتاع المقاومه دي بكام؟ الباور اللي المقاومه ار ال تحسبه، حد يقدر يحسبه لنا؟ يا جماعة حد يقدر يحسبه؟ تبقى V squared على R. V squared على R يبقى أنت محتاج الفولت اللي هنا بكام؟ هل أنت تعرف الفولت اللي على R لود قد إيه بالظبط؟ ما ينفعش أعتبره ده بارلل صح؟ لا دول سيريس مش بارلل. سيريس إذا لا خلاص مش تيجي. طيب أول حاجة يا جماعة نحسب التيار اللي ماشي في الدايرة. عندي سبلاي قيمته V1 متوصل معاه مقاومة R زائد RL، يعني التيار اللي ماشي في الدائرة دي 250 على 36 زائد 1 اللي هي 37 أمبير. معايا التيار بتاع المقاومة يا باشمهندس، يبقى الباور بتاعها بيساوي I squared في R اللي هي 250 على 37 سكويرد، وقيمة R لود بواحد أوم يعني تبقى 250 على 37 الكل سكويرد، وأنا محتاج رقم ده هيطلع 45 واط، 45.6 تقريبا. يعني مش معنى لو عملناها بالفولتج ديفايدر هتطلع نفس الرقم؟ آه لو عملت الفولتج ديفايدر وجبت الفولت على RL وبعد كده قسمت في سكويرد على R يطلع نفس الرقم. اللي حوالينه اصفر ده يا جماعه من غير
ترانسفورمر. المقاومه دي لو اتوصلت على السبلاي على طول هتسحب 45 واط. بصوا بقى احنا عشان نماكسمايز الباور بتاعها يا جماعه محتاجين نلعب في قيمه المقاومه توصل لفاليو معينه هقول لكم عليها حالا هتسحب ماكسيمم باور. العب في قيمه المقاومه دي يعني احط ترانس في النص هنا. التيرنز ريشيو بتاعته ان واحد لان اتنين اللي هي ايه؟ خد بالك يا باشمهندس انت لما تحط ترانسفورمر السبلاي مش هيحس ان متوصل عليه ترانسفورمر ومقاومه. ما احنا فهمنا من الريفيرن ان السبلاي هيحس ان متوصل عليه مقاومه واحده بس قيمتها مش ار ال، قيمتها ار ال داش. انا غيرت قيمه المقاومه من ار ال خليتها ار ال داش. بص بقى في نظريه في السيركت بتقول لي لما يبقى في سبلاي ليه انترنال ريزيستنس عشان اللود بتاعه يسحب ماكسيمم باور لازم تبقى قيمه اللود قد قيمه الانترنال ريزيستنس بالظبط. يعني في الدايره اللي تحت دي يا جماعه، في الدايره اللي تحت دي اللي هي بعد ما وصلت الترانسفورمر، عشان اسحب ماكسيمم باور لازم قيمه ار لود داش اللي هي اللود المتوصل دلوقتي تكون بتساوي الانترنال بتاعت السبلاي، ودي 4 ماكسيمم باور 2 ار ال داش. دي نظريه في السيركت كده اسمها نظريه سيفنن، المفروض خدتوها في الفاندمنتالز. لما تبقى الدايره فيها السبلاي يكون ليه انترنال ريزيستنس عشان يطلع ماكسيمم باور لللود لازم قيمه اللود تبقى قد الانترنال ريزيستنس بالظبط. طب هي ار ال داش بي. نعم، هو احنا الباور هنا ليه عملنا يعني عملنا 250 يعني جبنا الفولت على الار ال والقانون اي باور التيار اللي ماشي في الدايره وبعدين الباور لوس هو اي سكويرد ار. تمام ماشي. فاحنا يا جماعه عشان يوصل ماكسيمم باور لازم ار ال داش تكون بتساوي ار. طب ما هي ار ال داش دي نقدر اتحكم فيها لاني عارف ان ار ال داش دي هي اي سكويرد في ار ال. لو لعبت في التيرنز ريشيو دي اقدر اوصل قيمه ار ال داش ان هي بتساوي ار. نتكلم بارقام يعني يا شباب، لازم الاي سكويرد مضروبه في ار ال اللي هي 1 اوم تبقى بتساوي 36. يعني لازم التيرنز ريشيو بتاعت الترانسفورمر تبقى 6 اللي هي ان 1 على ان 2. ساعتها الار لود داش دي هتاخد ماكسيمم باور. خد بالك يا باشمهندس ترانسفورمر ده ستيب داون، لما تبقى عدد لفات ان 1 اعلى من ان 2 يعني لما تبقى الاي اكبر من 1 ده اسمه ستيب داون، يعني ترانسفورمر بيقلل الفولت. ولما تبقى الاي اقل من 1 ده اسمه ستيب اب، يعني الترانسفورمر بيرفع الفولت. بيقلل الفولت يا باشمهندس يعني انا بدل ما هدخل على المقاومه بتاعتي ال 250 فولت كلهم هدخل لها فولت اقل من 250، وساعتها هتسحب ماكسيمم باور. يعني انا بقلل الفولت وفي نفس الوقت الباور بيعلى. تعالوا نحسبها بالارقام ونتاكد لحسن اكون بضحك عليكم. في الدائرة الثانية يا شباب بعد الريفيرنج دي التيار اللي ماشي فيها ده اسمه اي داش. حد يقدر يحسب لي قيمته بكام؟ ده اي 2 ده اي 2 داش. حد يقدر يحسب لي قيمته بكام يا شباب؟ هي نفس المرة اللي فاتت يا باشمهندس. اي 2 داش ده هو في على ار، بس خد بالك بقى المقاومه دي انا غيرت قيمتها بقت ار ال داش لما حطيت الترانسفورمر بدل ما هي ار ال بقت ار ال داش. يعني 250 على ار اللي هي 36 وار ال داش اللي هي 36 هي كمان، يعني 72 امبير.
الفوق التيار قل يا باشمهندس كمان، ها كان 250 على 36 دلوقتي بقى 250 على 72. احسب بقى كده يا باشمهندس الباور بتاع المقاومه ار ال داش هو اي 2 داش سكويرد تايمز ار ال داش اللي هو 250 على 72 الكل سكويرد تايم 36 يطلع الرقم ده 434 وات اللي هو تقريبا 10 مرات قد حالة من غير الترانسفورمر، رغم ان الفولت قل والتيار قل يا باشمهندسين. قيمة التيار دلوقتي اللي انا حاسبه على الدايرة، انا ما بتكلمش على التيار اللي ماشي فعلا في المقاومة، انا بتكلم على التيار اللي انا حاسبه على الدايرة يا باشمهندس، قيمته دلوقتي بقت 250 على 72. من غير ترانسفورمر كان 250 على 37. خد بالك ان التيار ده هو التيار المسحوب من السورس، يعني من غير ترانس هسحب تيار كبير وهاخد باور قليله. بالترانسفورمر يا باشمهندس هسحب من السورس تيار اقل وهاخد باور عليه. الكلام ده احنا بنعمله فين؟ المقاومه ار ال دي يا شباب سماعه، انا عندي سماعه وعايز اعلي الصوت بتاعها او اوطيه، يعني اعلي الباور اللي داخل عليها او اقلله. بحط نوع معين من انواع الترانسفورمرز يا جماعه اقدر العب في التيرنز ريشيو بتاعتها، واغير التيرنز ريشيو عند قيمه معينه هتبقى ماكسيمم، قلت عنها يبقى الباور اللي داخل عمال يقل 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 توطي الصوت، او عليت عنها برضه يبقى بيقل يقل وانت بتوطي الصوت. ماشي يا شباب. طب باشمهندس بس معلش، هو ايه الفرق بين الريزيستنس والانترنال ريزيستنس اللي هو الار الصغيره والار عامه؟ ولا حاجه، الاثنين مقاومات، هو مسمى بس عادي يعني. اه بس انت لازم تبقى عارف ان الانترنال ريزيستنس دي يعني دي المقاومه الداخليه بتاعت السورس. تمام. اه مش ممكن فيها، مش انا اللي حاططها بمزاجي، دي غصب عني موجوده. تمام ماشي. تمام تمام. طيب باين في المساله دي يا جماعه وظيفه او حوار الريفيرنج ده بيفرق معايا في ايه؟ فان انا اقدر اتحكم في قيمه المقاومه بتاعت اللود عشان اوصل لميزه معينه او اخد فيتشر معين. وفي المساله دي كان الفيتشر ان انا اعلي الباور بدل 45 واط اعليه 434، وبدل ما السبلاي كان مسحوب منه تيار 250 على 37 بقى مسحوب منه تيار 250 على 72 اللي هو تقريبا نص القيمه دي. يعني انا قللت التيار اللي مسحوب من السبلاي تقريبا للنص يا باشمهندس. ماشي يا جماعه. ماشي يا شباب، واضحه ولا لا؟ تمام يا باشمهندس. واضح اللي عملناه في المساله دي يا جماعه؟ جميل جدا. انا كده خلصت الايديال ترانسفورمر، بس عايزين نتكلم عن حاجه كده في سلايد سريعا، ودي هنحتاجها في الاسابيع في السكشن الجايه يعني، وهو موضوع الاي سي باور. بصوا يا جماعه، طول عمركم عارفين ان الباور هو فولت في تيار وبتسكت. قلت لك كلامك يبقى صح 100% لما يكون العالم كله عباره عن دي سي سيركتس، يعني ما فيهوش ولا اندكتنس ولا كويل ولا كاباسيتنس. وجود الاندكتنس والكويل عندي يا الاندكتنس والكاباسيتنس عندي يا جماعه في الدي سي سيركت، الاندكتنس كان بيتشحن في الاول وبعدين يبقى شورت سيركت قفله سلكه. الكاباستور كان بيتشحن ويبقى اوبن سيركت. يشحن ويفرغه ويشحن ويفرغه. بتروح للود بس. بقى في جزء من الباور بيروح ويرجع. وبالتالي يا شباب في الاي سي سيركتس، في الاي سي سيركتس الباور
في الاي سي سيركتس شباب الباور مش عباره عن بي بس، البي دي اسمها الاكتف باور، ودي اللي انتوا عارفينها طول حياتكم، ده الباور اللي بيروح يتحول لصوره تانية. في عندي كومبوننت تانية من الباور، انتوا سامعيني يا شباب؟ شباب في عندي كومبوننت تانية من دي، الكومبوننت اللي بتروح وتيجي يا باشمهندس، دي اسمها الرياكتيف باور، دي انرجي بس ما بتضيعش، ما بتتحولش لصوره تانية من صور الطاقه، دي انرجي بتروح في الكويل وفي الكاباستور، في شحن الكويل والكاباستور، مجموع الاثنين دول على بعض بيطلع لي حاجه ثالثه اسمها اس او الكومبلكس او الابيرنت باور، اللي هي البي والكيو، الاكتيف والرياكتيف مع بعض. فانا كده بقى عندي ثلاثه باور كومبوننتس مش باور واحده بس. بالنسبه للوحدات الاكتيف باور زي ما انتم عارفين وحدتها وات، الرياكتيف باور وحدتها فولت امبير رياكتيف، والكومبلكس باور وحدتها اسمها فولت امبير. بالنسبه للمعادلات الاس دي هي اللي بتساوي فولت في تيار، علشان كده في اول سلايد لما كتبنا اس انا كنت اقصد بيها فولت في تيار، انا بس مش عارف ارجع لاول سلايد كتبناها لان الانترنت كان فصلت عندي ورجعت تاني. فاس اللي احنا كنا كاتبينها في المعادله يا شباب لما قلنا ان في واحد اي واحد هو في 2 اي 2، ده مش بي، ده مش الباور بتاع بي واحد وبي 2، لا ده اس واحد واس 2 يا باشمهندس، ده التوتال باور اكتف ورياكتف الكومبلكس باور، يعني مجموع الاثنين على بعض. معادلات الاكتف يا شباب، البي بتساوي الفولت في التيار في كوزاين فاي، وكوزاين فاي دي اسمها الباور فاكتور. الباور فاكتور يا جماعة ده هو الريشيو ما بين البي الباور اللي أنا استفدت منه على الاس الباور التوتال اللي راح، اللي هو بيساوي كوزاين فاي. والزاوية اللي اسمها فاي دي هي الزاوية اللي ما بين الفولت والتيار، الفولت والتيار في الاي سي أرقام كومبلكس، الزاوية اللي ما بين الفولت والتيار هي كوزاين فاي، هي الفاي، هي الفاي ناس. الكيو يا جماعه بتساوي في في اي اللي هي الاس بس مضروبه في ساين فاي مش في كوزاين فاي. فاحنا كده في عندنا اربعه باور فاريبلز يا شباب، ثلاثه كومبوننتس وباور فاكتور بي وكيو، ومجموعهم هو الاس، والباور فاكتور ده هو الريشيو ما بين البي على الاس. انا هبعت لكم بقى فيديو بيشرح فيزيكالي يعني ايه بي وبتروح فين بالظبط، يعني ايه كيو وبتروح فين بالظبط، ليه ما ينفعش اجمع البي على كيو على طول مره واحده، ليه لازم اجمعهم كومبلكس زي ما انا كاتب هنا، وايه المعادله بتاعت الاس جت منين، ومعادله الكيو جت منين، معادله البي جت منين. بس الفيديو اللي هبعته لكم ده مشروح على 3 فيز باور، فهتلاقوا المعادلات دي كلها فيها رقم 3 في الاول كده اللي هو 3 فاز سيستم، يعني انتوا مالكوش دعوه بس بالثلاثه اللي هتلاقوها في الاول، انت ليك دعوه بالمعادله بس اللي هي من اول في اي على طول، مالكش دعوه بالثلاثه اللي في الاول دي، هنبقى نتكلم عنها بعدين. الفيديو اللي هبعته لكم ده مهم جدا تتفرجوا عليه عشان تفهموا يعني ايه بي وكيو، وازاي احسب بقى اديك اتنين بس من دول وتجيب انت الاثنين التانيين، فده مهم جدا عشان سيكشن الاسبوع الجاي. ماشي يا شباب، عندي اربع حاجات بي وكيو اس وبار فاكتور، لازم تعرف كويس لما اديك اتنين منهم تجيب الاتنين التانيين ازاي. ماشي يا جماعه، الناس سامعيني؟ تمام يا باشمهندس. طيب الفيديو ده هبعته لكم مع الفيديوهات الكود بتاعت السكشن بتاعت النهارده، ولازم تتفرجوا عليه قبل سكشن الاسبوع الجاي عشان ما نضيعش وقت فيه دلوقتي او في سكشن الاسبوع الجاي.
وهيبقى قبل ما نبدأ المرة الجاية، بس هنسيب 10 دقايق في الأول قبل ما نخش في السكشن والريكورد بتاعنا يعني، ونتناقش في الفيديو ده لو حد فيكم مش فاهم منه حاجة. أنا كده خلصت اللي عايز أقوله النهاردة كله، فأنا هوقف في الريكورد وأكمل.